أين كنتم عنكم طوال هذه السنين؟ لماذا لم أنتبع مع هذا السحر، مع هذه الصور، مع هذه اللافتات، مع هذا التيفو؟ الله على هذه الأجواء، انظر إلى الملعب من الأعلى، إلى الصورة، إلى الدربي، الرسالة هناك، الرسالة ترد هنا، هكذا اللافتات، هكذا السحر ما تشاهده هنا، أكبر بكثير من مسألة كرة قدم، ارتباط، انتماء، ولاء، عشق، محبة، حياة، ماضي، حاضر، مستقبل، تشعر وكأنهم يرتبون حياتهم من أجل هذه الليلة، يرتبون حياتهم من أجل هذا الدربي. كيف يشجعون، كيف يحولون المكان إلى هذا المنظر، إلى هذه الصورة، إلى هذه الليلة الكبرى. الله على هذا المشهد وهذه البداية، وكأن الحكم ينتظر التيفو ينتهي، وكأنها جزء من المباراة يجب بأن ينتهي، يعطونها الوقت الكافي. المخرج يأتي باللقطات، الصافرة ستأتي، المدرج قام بالبداية التي تليق بهذه القمة الكبرى في البطولة العربية. كم نحن محظوظون. شوف الآن، شوف المنظر، شوف المنظر الآن، شوف الكاميرات، الكاميرات التي تحاول أن توثق هذه اللقطات، لأنهم بعد ذلك يتفاخرون. يتقدم يا رب، للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد، محمد نهيري في اللقطة الماضية على طريقة بانينكا. انظر إلى كرة الملعقة، يا سلام يا سلام على ركلة الجزاء، على الهدوء. نشاهد العودة، هل يعودون؟ بيرسل الكرة يا رب، الدربي يعودون إلى مدرج المقانة، يعودون إلى درب السلطان، يعود إلى مقهى بويا صالح، إلى رجاء الشعب. التيفوهات تستمر، الرسائل تستمر، المدرجات بمتحفها تستمر، الأصوات، الأهازيج، الأناشيد، الليلة، الدربي، الفرحة، الرجاء، الكرة القوية، يا له من دربي. يا رب، ضربة كرة تعيد رأس الوجادين مرة أخرى للارتفاع من جديد. هدف سجل المدرب، سجل المدرب، دخل أيمن الحسوني لمثل هذه النقطة، لمثل هذا الموعد، لمثل هذا الدربي، لمثل هذه الليلة. هل شارك من أجل هذه الرأس؟ شوف الوينر، شوف الوينر، شوف الوينر، شوف الوينر، شوف المنتصرون، شوف المنتصرون، إنهم بهذا المسمى، إنهم بهذا اللقب، إنهم بهذا الاسم. الوينرز ليس لقبا فقط، ليس لقبا فقط، إنه الوداد، إنه الوداد، للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد، اسمه الوداد. بالتأكيد مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، شوف المنظر، شوف اللقطة، هذه للمشجعين، للجماهير، لمن يعتقدون بأنهم يحبون ويعشقون أنديتهم. انظروا كيف تفعل، انظروا كيف يكون التأثير. وصلت إلى أيمن الحسوني، الله الله يا رب، الوداد إلى الدور القادم، إلى الدور القادم بهدف بديع. نعم نستطيع، الوداد بصوت عالي، نعم نستطيع، بهدف بديع، بهدف بديع. أوك، الله على أربعة، أربعة ثقيلة جدا.
4-1. الكرة بتتبرر بينية للرجاء، بينية للرجاء، بينية للرجاء. ما زال الرجاء، ما زالت الفرصة، ما زالوا في الملعب، ما زالت عن طريق البديل الآن، عن طريق البديل الآن. 4-2، لم يخرجوا، لم يخرجوا، ما زالوا في أرضية الملعب. يا الله يا جمال السلامي، باقي ربع ساعة والمطلوب هدفين. انظر 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 الآن، أين كنت عنكم؟ أين كنت عنكم طوال السنين الماضية؟ لماذا لم أنتبه؟ لماذا لم أنتبه إلى كل هذا السحر؟ ومحسن متولي للرجاء، يأتي للرجاء، يأتي. يا رب يا الله، لم تنتهي بعد، بل بدأت الآن، بل بدأت الآن. إنهم يتحدون الضغوطات، تسجل علينا على طريقة بانينكا، أسجل على طريقة بانينكا، يردون هنا تيفو مقابل تيفو، بلنتي مقابل بلنتي. محسن متولي تحت كل هذه الضغوطات تسجل بهذا الشكل، سيتمسكون بكل الأمال. كرة عرضية رأسية، مستحيل مستحيل، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، تقرأ السطر الأخير. السطر الأخير يكتب باللون الأخضر، يكتب بلون الرجاء، يكتب بلون النسور، يكتب بمدرج المجانة، يكتب على درب السلطان، يكتب بمقهى بويا صالح. إنه رجاء الشعب، إنه رجاء الشعب. ريمونتادا تاريخية عالمية، كمباك خيالي. 4-4، من الذي ارتقى؟ أي رأس قفزت؟ أي كرة استقرت؟ أي نهاية؟ أي ديربي؟ 4-4 أصبحت للرجاء وليست للوداد. واحدة من أجمل مباريات العام بلا جدال، بلا نقاش. الصافرة تأتي، إنه رجاء الشعب الذي لا يستسلم، إنه رجاء الشعب الذي لا يقهر، إنهم رجاء الشعب الذي يعود في ليلة تاريخية، في ريمونتادا خيالية، في كمباك عالمي، في صافرة للذكرى وللتاريخ. اللون الأخضر في كل مكان، الرجاء يسيطر على الدار البيضاء، على ديربي كازا، ديربي العرب الكبير. الرجاء إلى دور الثمانية، الرجاء إلى دور الثمانية. شكرا للوداد، شكرا للرجاء، شكرا للديربي البيضاوي الكبير، شكرا لهذه القمة التاريخية، لهذه الليلة التي لا تنسى، لهذا الديربي الذي سيبقى في ذاكرتي وفي مسيرتي. مهما ما بالتأكيد ما بقيت محلقا، واحدة من المباريات التي ستكون في مكتبتي وفي الرف الأول، وفي الرف الأول. مبروك للرجاء، مبروك أيضا لفريق الوداد. حتى وإن خرجوا لم يخسروا في الذهاب ولا في الإياب، ولكن فارق المواجهات أو في ملعبك وخارج ملعبك فارق الأهداف. وبالتالي شكرا للفريقين، مباراة متولي وزملاء ورفاقة، وليلة كانت لرجاء الشعب، وليلة كانت للفريق الأخضر، هذلت للفريق الأحمر. مشاهدين متابعين في كل مكان، كنت سعيدا بأن أعلق هذا الديربي لأول مرة، لما كنت أتوقع بأن يكون بهذا الشكل. الآن سعادتي أصبحت مضاعفة مرات ومرات. انظر 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 الآن، أين كنت عنكم؟ أين كنت عنكم طوال السنين الماضية؟ لماذا لم أنتبه؟ لماذا
لم أنتبه إلى كل هذا السحر.